أباكم تنمو الدار اللي أنا فيها كبيرة، عجزت نروح الكوزينة نستقهوة. نوريها لكم. يا مروان، مروان وين راك؟ عاود وين راك؟ وين راك؟ عاود نقول لك يا مروان، يا مروان وي خو، واش وين راك؟ راني دوك بعثت لوكاليزاسيون، ما يفضلت بحر. اي بعث لي لوكاليزاسيون دوك بعثها لك. صح، تي راك فهمت. مازال نحوس على لوكاليزاسيون تاعو، صافي زوج سوايع. واش راك مفهم عيتو بيان يا خو؟ دارك بيان كنت يعني كلونديستان مزيان. لا ولا غتخي بيا الحمد لله، عندك بك طولت شويه كيما الكولوار فوقاني. مي بك كون تيراس 27، مرحبا بك. الحمد لله. لا لا بكاش دير، عندي طريب ونوبل لك. ما تخلع عليش. انا مرضي العرس فتولت. اي محمود ويسنا فيك. اي اكتب يا حبيبي. هاي شو تسمي؟ ايه راح تبدل حوايجك بيبي. وتجي معايا هكذا العرس. ما جيتناش تراس تخيتو. مي صافا با باش راهم صوتي تبان خو. تاك رايح بشوط غوز. هكا على البحر. غوز مليح لا بوز. مي بو عندك الحق. صح واش راك كان نعرضك على كوستين. والله. واش تقول وكان انا نعرضك على كوستين. صح ما انا شوف شوف كاميرا. كاينه حتى واحد مسكين مع اري سوق قاتل لي راسي على بالك. واش هاد اللبسه من تحت الرايحين للعرس؟ اك تقدر لنا دوما اك تمسخ بيا ولا كيفاش؟ سيرتهم للعرس ولا غسيري سموك شاك رايح هكذا معايا رايحين للعرس فارق ماليش نضحك ولا غسيرتهم للعرس وجي معايا هكذا سيرتهم للعرس. هادو شنو؟ هادو ما سيدي مولاكا. جيب المولاكا مولاكا بصح باك انا رايحين للعرس لازمنا كادو محبوس حذاء ذهبي. حذاء ذهبي سي طريبو سي طري طيب اش نسومو؟ السلام عليكم. السلام عليكم عزيز الغالي. صافا الحذاء الذهبي تاع نيسا شحال يدير؟ الحذاء الذهبي لو فرا الحذاء الذهبي كاين حذاء ذهبي راه برا باش ندوح حنا لواحد العرس. تاع عرس اه مع عرسين ندوح عندنا عرس. اي شوف فيا هاد الحطاقه بلا مولاكام بلا مولك ها مع عرس هكاك يا عليه حذاء الذهبي اول هذاك من هناك هذاك بكم سعر؟ سعر سوما باش نشراه بكم بكم؟ هذاك ذهبي حاجه في الدوري 69 و900. 69 و900 زاد شويه نقصنا فيه اربع الوان تساعدنا. واش قلتنا؟ تلبس كارونتيه حميده ولا غاسيريزمو؟ حميده العروسه تلبس كارونتيه. لا غالبيه كندير كره القدم زمان ما جبت روحها كانت تمشي بيحفه. شو اللي كان 42 41 40 بصح حميده تلبس 42 خليها تدخل بالحفه وخلاص. اليوم نقول لك حاجه ما نخليها تدخل بالحفه ما اسمح لنا اسمح لنا ما كاش هذا دوماج. دورون انا حفظنا انتم تونسا تونسا جزيريه ما جزيريه ما تعرفوش كاش عرس هنايا؟ اه لي خاطر انا لابسين زعما لابسين باش نروحو للعرس اللي حبيتي يعني. معليش دوك نديرو سيلفي. اي بالطبيعه مرحبا بك في تونس. لا ولا راح حشمتوني انا هذوك الجزائر خلاص. شوف خمنا مليح درنا بعض الدقائق للتفكير وقررنا باش الحذاء الى حب ربي الى حب ربي ندوه تخليه هنا ب 50 50 ندوه دوكا شو 50 الحذاء ذهبي شو ندوه ب 50 تلبسوا على راسك الهواء ذهبي وين هذا نوع جميل هو جبنا جمعنا العرس ما قلنا بلاش تعممي مرحبا بك. اه هكا هو هذا هذاك لو يبان غير راسه ما نمسش واحد جاي يمس خوش بيك خو كيف تاع سمسمان لحقنا للعرس ونو مو لقينا واحد العرس وحق ما لبناش كاع تاعنا هاي العروسه نحطوا معاها دوك فلوق نقاري فاميليا فاميليا
تونسي اخويا باش نقاري الطوموبيل لافاتور سي بلي حطها بجناب هدايا شكرا لسق هذه يا اخي يا وكاو ليك بقينا العريس ديرك هاو العريس ما حنسلموا عليه البركه البركه الله يسعدك الله يحفظك اخويا البركه ليك ان شاء الله تستاهل خويا دريه صالحه ان شاء الله يحفظها هي زين هاي اخويا العرس هنا ولا ان شاء الله العرس بون هذيك رانا 10 متر رانا 10 متر على بلاصه بس 10 متر 10 متر على لابيس لابيس ولا لابيس دوك لازم ندخلوا نشطوا معليش لابيس ولا نمشي انا وكا هو صحيبي طبقوا عندنا سؤال سقسي بك اسك هذا العرس ميكس هذا العرس يعني مو ميكس يعني بيان فيه رقص هذا معروض نتايا مع عائله انت واش عائله وسط حنا عائلة تاع عبد الحميد لا أما عائلة أما عائلة نصور سناب شات لا فاميليا سناب شات سناب شات واش بيك سناب شات هبلت أما عائلة اسم العائلة أنت واجد واجدك معنا واجد هما خويا شوف عائلة وجد ولد فاميليا يا جدك حنا نحبهم وجد يا صاحبي يا مروان خلاص معليش مروان نحبهم وجد يا عنبو 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 يا خوتي راح هذا حيفضحنا راح يفضحنا تاع صح يفضحنا هذا انت واش لافامي واش هذا راح يفضحنا لافامي واش يا بودوك عندنا لافامي راه معنا بكري ولا تاع نسينا عفسه تريز اسونسييل نسينا الكادو الحذاء ذهبي ايوا اي سي بون توكل على الله سبات اونر خاوتي سبات ذهبي ما لقيناش الاخ ما كانش هناك علبه تاع حداء علبه تبارك الله صحيت صحيت خويا صحيت اخويا سقسيك بك وين نقدروا نلقاو الدوبل تاع السيدي تاع العرس باش نعاودو نشوفوه باسكو يعني تصور كاميرا مان ما تعرفوش لا نحكي معاه يعطيك الدوبل تاع السيدي شحال يبيعوا دوبا يبيعوا بارك الله فيك علاه يعطيك الصحه انا خرجنا من العرس ان غرو ميرسي الحمد لله فامي بالحج بوحيد الساعه ضيعتي هذيك الصحه على الانفيتاسيون ميرسي بوكو دوكا انا رايح نرجع دراهمنا تاع الحذاء الذهبي اون اورجونس تخيل مدام مرحبا حذاء للبيع مدام هذا شابه ذهبي مدام ذهبي مخدوم بكاس افريقيا مدام ذهبي تاع العرس مخدوم بكاس افريقيا معليش السلام عليكم حذاء ذهبي مخدوم بكاس افريقيا لا اوريجينال اوريجينال حاجه اخرى اوريجينال تعومي به مام غارونتي تعومي به نورمال تروحي تحت البحر عادي هذا 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 يشري العزيز لا كلاس بون سلعه سلعه بوكي سلعه فريش حذاء ذهبي بذوق كاس افريقيا 20 دينار 60 دينار شوف 60 دينار من فضلك حاجه شابه حاجه يعني حتى تاع كوتسي زوات تاع اعراس تاع من فضلك بيان سور تفضل بيان سور حيدا
تذهب ولا غد حدا 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 واش مدام حذاء ذهبي للبيع حاجه شابه هاي سيدي ديه باطل باطل والله غير باطل والله تاع عراس هاكي مدام والله غير تاع عراس باطل لا لا حذاء ذهبي نو والو نمدوه باطل جراتوي ولا غير ميزيتي هاي مدام مده روحي لعرس مدام والله غير هاي يده والله غير جراتوي مدام خاف والله غير اسمعي يا عم ها مدام ها ها مدام حطوا روحه ها هذا غير لا ها هنا ها والله غير ها حذاء ذهبي تلوانو مدام ها والله ما تشوفوها والله غير ديل زاير يا اخي صبط له خلاص صبط له خلاص سبحان الله خفت منه يا اخي شبك ما جا الوغ كيما شفتوا اليوم حضرنا عرس تونسي اللي ما كناش معروضين ليه تما اون ديسيدي نفتحوا اجونس افراح وعائلات مرحبا بكم هاو لو كونت مرحبا بكم بور فو ريزرفاسيون بور لي شونتور بور لي كيما تحبوا يعني مرحبا بكم فوالا لو كونت هاو لي كيما يقول لكم هذاك الاسبوع الذهبي للمزيد من المعلومات مرحبا بكم pour ceux qui aiment les invités, des invités qui m'aiment Anna ou Marwan. مرحبا. C'est très bien. C'est يعني ما تندموش.